كابتن عبد اللطيف، باعتبار انه خلاص بعد بكره الاتحاد كرة جديد، هل يعني السؤال تأمل منهم يعملوا ايه؟ ايا كان مين اللي ينجح يعني؟ يعني ما ينجح معروف طبعا يعني هل بلاش يعني نعرفه؟ لا ما اقصدش يعني عندهم خبرات واشتغلوا قبل كده وهم واجهوا سلبيات قبل كده كتير جدا. اتمنى ان هم طبعا يعني هم كانوا موجودين وشافوا الاراء كانت موجوده والانتقادات، اعتقد السلبيات دي كلها لازم يحولها لايجابيات. اعتقد ان هم طبعا مع الرابطه الجديده دي طبعا في افكار كتيره جدا وناس عايزه تشتغل صح، اعتقد يبقى في تعاون بينهم. اتمنى ان احنا يمكن نشوف بس دوري بعرف من اول يوم لاخر يوم. انا كان وجهه نظري وقلتها قبل كده ان كاس العرب دي كان وجهه نظري الشخصيه ان انا كنت اروح بالمنتخب الاولمبي والعب الدوري بتاعي بدل ما الدوري حاليا ينتهي في شهر 9. لو انا كنت ضغطت نفسي ووديت منتخب اولمبي هناك كنت قدرت ان انا دلوقتي اقدر اقرب من نهايه الدور منتخب الاول. اولمبي كنت هتودي انه اللي هو اللي بيتكون ولا القديم؟ اللي بتكون اللي بيتكون اللي بتكون ما كانش في ازمه طالما انا مش باصص قوي كنت انا اقدر احافظ على الاستقرار واستمرار للدوري. حاليا في ازمه تحصل، حضرتك في كاس امم وفي كاس عالم وفي بطولات افريقيه كتير جدا. وربنا الدوري يكرمنا كمان بالصعود، يبقى ان شاء محتاجين الله ماتشات طبعا ودية. ده مهم جدا، خاصه الدوري هينتهي في 9. طب هتبدا دوري جديد في كام؟ يعني كان وجهه نظري الدوري هيبدأ يعني بعد كأس عايزين العالم. اتحاد الكوره ياخده، خلي بال يعني حضرتك عايزين كل اتحاد ده الكوره اخر حاجه كابتن اكرم، يعني عايزين كل المسابقات بتبدا يوم كذا وتنتهي يوم كذا ان شاء الله.